مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن أكثر الأمراض الشائعة في طب الأسنان. طبعا هو احمرار اللثة أو نزيف اللثة. يعني يجيك واحد الصبح مريض يقول لك والله قعدت الصبح وحلقي كله دم. طبعا هذا ليش السبب؟ أولا إهمال، يعني ما يفرج سنونه، تفريج الأسنان على الأقل مرتين باليوم أو قبل النوم. ثانيا التدخين، التدخين طبعا من أكثر الأسباب المؤدية إلى أمراض الفم، ليس فقط اللثة، حتى يؤثر على الأسنان وعلى احمرار اللثة وأيضا على تسوس الأسنان. لذا يجب الابتعاد عن التدخين، خاصة عندما تكون لديك هذه المشاكل أو عندما يكون هناك نزيف في الفم. هناك أيضا بعض المأكولات والمشروبات التي تؤثر على احمرار اللثة، وأيضا هناك بعض الأمراض وبعض الأدوية خاصة مرض السكري أيضا يؤدي إلى احمرار اللثة. كيف نتجنب هذه المشكلة، نزيف الأسنان أو احمرار اللثة؟ طبعا أول شيء تفريج الأسنان والمضمضة وخيط الأسنان. ثانيا يجب الابتعاد عن التدخين وعن المأكولات والمشروبات الغازية التي أيضا تؤثر على احمرار اللثة. وأهم شيء مراجعة طبيب الأسنان، لأنه تكون هناك طبقة البلاك، هي أكبر أو أكثر طبقة تؤثر على احمرار اللثة وعلى أيضا تجمع التكلسات ما بين الأسنان. عند مراجعة طبيب الأسنان سوف يقوم بإزالة هذه التكلسات وطبقة البلاك التي تكون لاصقة على الأسنان، وأيضا سينصح ببعض النصائح المهمة التي تساعد الإنسان على تجنب هذه الأمراض مرة أخرى. شكرا لكم ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.